مين كان يصدق ان احنا نرجع نتقابل تاني بعد المده دي كلها؟ افكارك زي ما هي ما اتغيرتش. ناقر ونقير مفيش فايده. ايوه يا جدعان. بالاذن يا سيد الرجاله. عمو طلعت. مالك؟ طالب ايدك يا نسمه. لا لا اثبت، ما تخليش ولا واحد يشمى. انا غرض نشرب الشربات. وانت اللي بتتلكع. اهلا يا حماتي، طبخنا ايه النهارده بايدك الحلوه دي؟ كوسه يا جوز بنتي كوسه. طلقني تصدقي؟ البايع هو الخسران وهي اللي باعتك يا بنتي. حرام عليك، ده انا قلقانه عليه. انا ست متجوزه دلوقتي وانا سعيده في حياتي الزوجيه. هو وهي من الاحد الى الخميس العاشره صباحا على قناه مصر الاولى.